بطل من طراز خاص، آمن بقدراته فصدقته أحلامه، وبات واحدا من أساطير لعبة الجمباز في مصر وأفريقيا والعالم. علي زهران لاعب المنتخب الوطني للجمباز وصاحب التاريخ الطويل من النجاحات والإنجازات، ولد في 21 من شهر أغسطس عام 1989، وبدأ رحلته مع الملاعب في عامه الرابع، ثم تدرج في فرق الناشئين والشباب حتى وصل للدرجة الأولى. انضم زهران إلى صفوف المنتخب الوطني لأول مرة عام 2010، وظهر بمستوى مميز أجبر الجميع على متابعته، وسجل لنفسه حركة في كتاب قانون اللعبة تحت اسم حركة زهران، وهو إنجاز من نوع خاص. يملك بطلنا في جعبته عدد كبير من الميداليات والألقاب، لعل أبرزها 3 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات في بطولات كأس العالم، والمركز الثالث في دورة ألعاب البحر المتوسط، بالإضافة إلى 7 ميداليات ذهبية في البطولات الأفريقية. كما حقق زهران أيضا المركز الأول والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية 2019، والمركز الأول والميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية. بطولات وإنجازات علي زهران مكنته من احتلال المركز الثاني على العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لعام 2016، ثم المركز الأول في التصنيف الدولي لعام 2019، كما تواجد ضمن أول 3 لاعبين في تصنيف عام 2020. تاريخ وبطولات وسجل كبير من الإنجازات يملكه لاعب منتخبنا الوطني علي زهران، ولم لا، فهو واحد من أبطال عقدوا العزم على قهر المستحيلات وكتبوا أسماءهم بأحرف من نور في سجلات الرياضة المصرية.